بالحق. طيب لو انا بتكلم النهارده هذه الشركه، لان هو كان الكلام طلع بريطانيا قال لك احنا الاول هنغطي دول الاتحاد الاوروبي ثم نروح للعالم، احنا فين في هذه المرحله احنا كدول افريقيه حضرتك؟ احنا كمصر المعلومه اللي انا قلتها لسيادتك دلوقتي معلومه من رئيس الشركه والاتصالات عملناها، يعني في كل الاحوال بيتكلموا على ان التطعيم لازم يكون ويوزع على العالم بصوره عادله وكل العالم يشارك في الحصول على هذا التطعيم، حتى الصين التطعيم اللي بتتكلم عليه انها قربت تنتجه بيتكلموا على عداله التوزيع في كل العالم. احنا فين؟ سؤال مهم جدا جدا. احنا بنعمل اتصالات كبيره جدا ان شاء الله باذن الله، يعني دي لسه في مراحل الاتصالات عشان نحصل ان شاء الله على كميه من هذا التطعيم كأول تطعيم، ثم عندما تنتج شركات أخرى التطعيم إن شاء الله نحصل على أيضا كمية لمصر من هذا التطعيم. أقدر أقول سيادتك إن احنا في سبتمبر يكون عندنا ولا بعد ولا قبل؟ يعني وارد إمتى يكون إن شاء الله من خلال الاتصالات المكثفة؟ احنا بنسعى سيادتك في الوقت اللي هينتج فيه 400 مليون الأولى دي إن شاء الله. أنا بس عايز كلامي يكون دقيق جدا. اتفضل يا فندم. وحضرتك يعني بتتميز بانك تقول الكلام بدقه وعلميه عشان ساعات الكلام بيحرف يعني يحرف بطريقه يعني امبارح بنتكلم على ان الشركه هتنتجه بريطاني قال لك هنصنعوه في مصر. فاللي انا بقوله لسيادتك اتفضل يا فندم بكل دقه ان احنا بنسعى من هذه اللحظه مع اول انتاج يطلع من هذا الفاكسين بالكميه اللي قلنا عليها ان شاء الله باذن الله يكون مصر ليها حصه من هذا التطعيم مع نزول التطعيم تجاريا وتوزيعه على مختلف بلاد العالم. طيب ده بيعني ايه بالنسبه لمواجهه فيروس كورونا؟ ماذا يعني؟ وحضرتك طبعا من خبراء في هذا المجال بشكل واضح، ماذا يعني؟ يعني ان احنا خلاص هذا الفيروس التطعيم ماذا يعني؟ هذا اللقاح عندما يتواجد في مختلف دول العالم، يعني القضاء على الفيروس؟ حضرتك كل الأمراض الوبائية وخصوصا الفيروسية منها تم يعني حتى يعني مثلا لما ناخد شلل الأطفال كمثل. نعم. يعني سيادتك فاكر طبعا حملات شلل الأطفال. نعم. وقضينا على شلل الأطفال في مصر الحمد لله. نعم. كل الأمراض الفيروسية التي كانت قاتلة أو تؤدي إلى مشاكل على البشر حد منها بشدة باستخدام التطعيمات. التطعيم هو الملجأ الهام والحيوي للسيطرة والقضاء على هذه الفيروسات. فعندما ينتشر التطعيم والمرحلة الحادة بتاعت الورق بتاعت الفيروس المنتشر وعامل وباء، أعتقد بإذن الله لأن التطعيم ده فائدته الكبيرة جدا بيخلي الفيروس ما يقدرش يدخل إلى أنسجة الجسم ويؤدي إلى إزائها. وهو معمول بتركيبة جينية معينة. فالحقيقة التطعيم ده عندما ينتشر ويصبح واقع سوف يحدد بكثير جدا من حدة المرض وشدته وانتشاره. طيب التطعيم ده ان شاء الله وانا بسأل الأسئلة اللي في دماغ اي حد بيتابع حضرتك دلوقتي، انه الكمية ان شاء الله اللي مصر هتاخدها هتكفي تقريبا قد ايه؟ وهل تبقى متاحة للجميع المصابين؟ سيادتك يعني الكمية اللي هتنتج العالم يا أستاذ أحمد دلوقتي قرب على 7 مليار وشوية كده تقريبا، فاللي هينتج أول مرة 400 مليون وبعد كده هيعملوا 2 مليار. نعم. وبعدين شركات تانية هتنتج. نعم. كلما يتاح كمية كل دولة هتاخد كمية بتاعتها، وفي أولويات للحالات اللي بتصاب بشدة أو الحالات الأكثر عرضة للمشاكل أو الحالات الأكثر عرضة إن يحصلها وفيات أو الحالات اللي عندها أمراض مزمنة، فأنت بتقدر الكمية اللي هتتاح لك تقدر توزعها حسب احتياج كل فئة من الفئات العمرية أو الفئات الأكثر عرضة للخطر. وكل ما يزيد الكمية، يعني احنا مثلا تطعيم الإنفلونزا الموسمية بنديه لفئات معينة مش لكل الناس. نعم. اللي هي الفئات الأكثر خطرا، الأكثر عرضة للخطر، الأكثر عرضة للمضاعفات، أو في تهديد لحياتها.